كشفت شركة التجارة الإلكترونية أمازون عن جهازها الجديد العامل بواسطة مساعدها الصوتي الذكي أليكسا، والمزود بكاميرا وقادر على التقاط الصور ومشاركة الفيديوهات مباشرة من الكاميرا إلى الهاتف وتسجيل الفيديو المسمى بـ Echo Lock، والذي يبلغ سعره حوالي 199 دولار. ويعتبر الجهاز الجديد فئة جديدة تماما من الأجهزة العاملة بواسطة مساعدة الصوتي الذكي أليكسا، حيث يوفر الجهاز إلى مساعدة المستخدمين فيما يخص اختيار ملابس مناسبة لهم بشكل أفضل وإعطاء نصائح تتعلق بالموضة وشراء الملابس من أمازون، بحيث يمكن للجهاز أن يحكم على الشكل الخارجي والملابس. ويقوم الجهاز الجديد باستعمال الذكاء الصناعي لمساعدة المستخدم في اكتشاف العلامات التجارية الجديدة والأساليب المستوحاة من سجل الصور السابقة المأخوذة من الجهاز، كما يوفر ميزة تسمح بطمس معالم خلفية في الصور الملتقطة بشكل مشابه التطبيقات المقدمة عن طريق الأجهزة المحمولة الذكية. ويمكن المستخدم استعمال الجهاز الجديد المدعوم من قبل المساعد الصوتي أليكسا وتقنيات الرؤية الحاسوبية وخوارزميات تعلم الآلة القيام بالعديد من الأمور المعتادة من قبل الأجهزة الداعمة لأليكسا، مثل وضع الصور للتذكير والتنبيه ومعرفة حالة الطقس وإمكانية هطول الأمطار وغيرها من الأمور. وقد تعمل الشركة لاحقاً على إضافة المزيد من الإمكانيات والمميزات للجهاز الجديد، مثل استعمال الذكاء الصناعي والرؤية الحاسوبية لتحديد المنتجات التي تحتاج إلى إعادة تخزين. ويتوفر الجهاز حالياً عن طريق دعوة بشكل يشابه لحد كبير كيفية إطلاق شركة الجهاز إيكو الأصلي.